السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي تتبع قناة الشعب شوف تي في، مباشرة معكم من عمالة بنزيك. أشغال متواصلة ليلا، زرع الأشجار، تبليط الأرضية غير المكان اللي غتكون فيه الممر أو الموكب الملكي كما كتلاحظوا، هما داروا التبليط لهذا المكان بالزفت وخلاو هاد البلاصة هادي. الشجرة ما كايناش بعد كما كتلاحظوا، حاولوا قربوكم من الصورة. يعني تصوبات غير البلاصة اللي غيكون فيها اللي غيدوز من الموكب الملكي. مشاهدي قناة الشعب شوف تي في كما كتلاحظوا، تبليط صباغة ممر الراجلين، المكان اللي غادي يدوز منه موكب الملكي كما كتلاحظوا. مباشرة معكم من حي افريقيا عمالة بنزيك، معكم انتم كما كتلاحظوا هذه يلاه تزرعات الشجرة، يلاه تزرعات تبليط غير النصف في الشارع، النصف الاخر لا الشجرة أخرى. صباغة لدودان أشغال على قدم ساق، ربما غيكون واحد التدشين ديال مستوصف أو في عمالة الهلوين، يعني ممر موكب ملكي غادي يكون منه. يعني هذا كنسميوه النفاق، علاش هادشي ما يكونش دائما؟ علاش ما تكونش هاد البلاصه زوينه؟ لاحظنا الامس كانت واحد الزياره ملكيه لصاحب الجلاله نصره الله الى مدينه الرحمه رجعوها بحال ديليس في مراكش وتناولوها جميع الصفحات. كما كتلاحظوا دابا انتوما كلشي مشقب كلشي مقاد، يعني النفاق هذا كيتسمى. وهاد الماكورات اللي وقف في الشارع يعني زربوا عليها دغيا كملات، اول الشاحنه كتهز الحواجز باش تزرع فيها تاهي الشجر. مشاهدي شوف تي في، يعني بدا الانسان كينافق غير راسو ما كينافقش مواطنين، يعني هادشي باين واضح. شوفوا البلاصه كيفاش ردوها نقيه، كنعرفوا هاد المدار كان فيه الازغال الوسخ، ما كانش هادشي مقاد، تبليط الشوارع النص والنص لا. يعني كنتمنى ان المسؤولين يكون هادشي ديما، يكون هاد النقاء ديما، يكون هادشي مسبوق ديما، اشجار مزروعه ديما، ارض ارضيه نقيه ديما. مشاهدي متابعي قناه الشعب شوف تي في، الى هنا ينتهي هذا البث.
وإلى اللقاء إلى بث آخر.